السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد وإن شاء الله يلقاكم على ألف ألف خير. هنا حبيت أقدم لكم وصفة جديدة وسهلة جدا وسريعة. أنا عارفة كلنا بندور على حاجة سريعة عشان ما عندناش وقت، عشان عندنا التزامات كتير، عشان عندنا أولاد وكذا وكذا وكذا. أوكي، فاليوم حبيت أقدم لكم وصفة بالفعل سريعة جدا، بتاخدش وقت، مفيهاش يعني حتى حاجات كتيرة، يعني بمكونات بسيطة جدا. هي هنعمل طبق بطاطس باللحمة المفرومة في الفرن. هنا اقول لكم كمان حتى الحاجات المكونات اللي عندي. هنا عندي نص كيلو لحمة مفرومة، عندي 100 جرام سبانخ، عندي بصلتين. هنا كنت بفضل يكون عندي بصل ابيض بس ما مش عندي في البيت، ومن الاحسن يكون بصل ابيض. هنا شوية كزبرة وبقدونس. في الحالة دي اوريدي انا جهزت مسبقا نص كيلو بطاطس، قطعته صغير خالص وبخرته. في ناس ممكن تحب انه تسلقه في المية، مفيش مشكلة خالص، بس انا دايما بفضل الحاجات دي ابخرها بس، وحطيت عليها شوية ملح بس. اوكي، بالنسبة للتوابل او البهارات، فكل حاجة هعملها هقول لكم بالظبط ايه البهارات اللي هحط فيها، فخليكم معايا وتابعوني للاخر. بعد ما تبخرت البطاطس قمت بالهرس تبعها بالشكل ده. فدلوقتي هي مهروسة وجاهزة، هقول لكم دلوقتي ايه هي البهارات اللي هحطها. انا هحتاج ملعقتين كبار تبع القشطة، قشطة طرية، هحتاج تقريبا ملعقة كبيرة زبدة، هحتاج 2 كاري جبنة الكاري، هحتاج نص ملعقة ملح لأنه أنا أوريدي وهي بتبخر رشيت عليها شوية ملح بسيط جدا، بس دلوقتي هحط عليها نص ملعقة ونص ملعقة فلفل أسود، وخلط كل المكونات دي. بعد ما مزجنا كل الإضافات دي، كل من القشطة الطرية والزبدة والبهارات، كل من الملح والفلفل الأسود، هحط كمان كزبرة وبقدونس شوية، يعني تقريبا ملعقة كبيرة عشان الخلطة تبع البطاطس تبقى عندي جاهزة. بعدها حمر لتجهيز الفلفل اللحمة المفرومة، واقول لكم كمان على البهارات اللي هحط عليها. بعد كده جهزت المقلة تبعي، حطيت عليها شوية زيت زيتون، هحط البصل زي ما قلت لكم، لو في بصل ابيض يكون احسن. هسيب البصل لحد ما يتحمر شوية، وبعد كده هنضيف له السبانخ. خليكم معايا بعد ما اقرب البصل يستوي وتحمر شوية، هحط على طول السبانخ اللي قطعتها بالشكل ده لحد ما تستوي، احط عليها اللحمة المفرومة، وبعدين احط البهارات. هي اوريدي السبانخ فهي بسرعة بتسبل، ما بتاخدش وقت. وكمان حاجة اللي مهمة اللي لازم كمان نعود اولادنا على اكلة، فندخلها بشكل غير مباشر في الاكل، يعني مثلا هنا لما نحط لحمة المفرومة مش هتبقى باينة قوي، كانوا كزبرة وبقدونس ولا حاجة. ده بالنسبة للاطفال عندهم مشكلة مع السبانخ، يعني ما بحبش ياكلوها. فخلي
خليكم معايا لحد ما تكمل الوصفه دي ان شاء الله. بعد ما دبلت السبانخ واستوت كده مع البصل، هاخد اللحمه المفرومه او الكفته، وبعدين هاخد البهارات طبعها او التوابل، بعد ما استوت اللحمة المفرومة خلاص دلوقتي هنمر للبطاطس عشان نحطها في القالب اللي هنقدم فيه. هنا القالب تبعي هحطت عليه دهنته بزبدة كويس، وبعدين هحط عليه نص الكمية تبع البطاطس اللي جهزتها. بعد ما حطيت البطاطس بالشكل ده العجين بطاطس، حطيت شوية جبنة، فممكن تعملوا أي جبنة يعني جوير أو بيان، ولا دي تبع الموتزاريلا ولا الفلامنك الجبنة الحمراء، المهم اللي متوفر عندكم في البيت. بعد كده هحط اللحمة المفرومة اللي عملتها بالسبانخ، بعد كده هحاول انه امددها على كل الصينية دي، لحد ما اخلصها تبقى مفرودة بالشكل ده، وهناخد الكمية البطاطس اللي فاضلة معنا عشان كمان نغطي بيها اللحمة المفرومة دي. بعد ما نظبطها خالص هنحط عليها الجبنة ونحطها في الفرن بالشكل ده. خلصت الصينية اللي عندي بعد ما حطيت البطاطس وظبطتها فوق اللحمة المفرومة، حطيت عليها شوية الجبنة وحطها دلوقتي في الفرن. وبالشكل ده استويت لنا البطاطس اللي متحمرة في الفرن، بتبقى لذيذة جدا، وان شاء الله تجربوها وتبقى عندها حسن ظنكم. فبعدين اوريلكم طبق التقديم. وبالشكل ده هيبقى الطبق النهائي للوصفة دي. يا رب يا رب ينال اعجابكم، وان شاء الله نتلاقى فرصة تانية فيديو جديد وافكار جديدة. وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة عشان تتوصلوا بكل جديد. ومع السلامة.